مصارعين للعالم كلها بيحبوا كرم جابر وبيستشهدوا كرم جابر، وقال لك اعظم مصارع خد جائزة اعظم احسن مصارع واعظم مصارع اربع مرات، ومين اللي اداها له؟ الكسندر كاليرين، بطل اربع دورات اولمبيه روسي. الرئيس بوتين يعرف كرم جابر شخصيا وبيحب يتفرج عليه كمصارع، انتوا عارفين الرئيس بوتين كان راجل رياضي وكان بيلعب جودو ومصارعه. لا طبعا، لا لا طبعا، لا، بس المدرب بتاع روسيا واللعيبه بيعشقوا كرم جابر. لا بيروح هناك، كان بيروح هناك في روسيا بياخدوه هناك بيزور بتاعه وسلم عليه كذا مره، وكانت روسيا بتبعت له يتمرن هناك اقامه واعاشه وتدريب وياكل ويشرب عادي مع اللعيبه بتوع المنتخب. فيعني كان مثل مشرف كرم جابر، وان شاء الله هيبقى في عندنا ابطال طالعين من المراحل القادمه في البطولات الجمهوريه، هيطلع اولاد صغيرين هم النواه الرئيسيه لكرم جابر.